لازم دائما نكون عارفين انه اغلى إشي بنملكه حاليا هو الوقت. لا تستثني الشمس احدا، تشرق لكل الناس ليبتسم وجه الارض. في حقيبة على الظهر وضع كل احلامه، وبختم مطبوع على جواز امتلك العالم. مشى الأرض باحثاً عن كنوز من الذكريات، فكان لقبه رحالة. احنا في نابولي مدينة البيتزا في إيطاليا. اليوم هاي الحلقة عن الحب. وصلنا إلى الصين. قاسم حتو ابن حتوتة العربية، هل أحبطته صعوبة الترحال أم لا شيء مستحيل؟ تمام، نورت. اهلا، تفضلي. اهلا وسهلا. اهلا فيك. تفضلي. شكرا. تحبي احضر لك قهوه؟ ايه ليش لا؟ اكيد. نعم. يلا دقيقه. شو عم تعمل؟ عندي اب للقهوه. شو؟ فكرتك عم تطلب دليفري قهوه. هذا شو، تطبيق يعني؟ عندي ماكينة بعتوا لي اياها ميتا فيسبوك، بتحط فيها قهوة بتطحن، وعلى الموبايل بتحكي معها على الموبايل يعني للقهوة بتطلبي. فهلا خمس دقائق بتكون جاهزة. دقيقة، هاي اوبشنز، خليها تطحن. اوكي، وهيك خمس دقائق بتكون جاهزة. ندفع حقها هاي القهوة يعني عندكم؟ لا، كرمالك فري هالمرة. اوف، عن جد شو تغير الوضع. لو كنا يعني عادة إذا بدك قهوة بدك تفوت تعملها على الغاز وهيك. لا، راحت هاي الأيام. كيفك قاسم؟ منيح؟ كويس. أنت كيفك؟ كيف شايف الأردن؟ بتجنن. السفر حلو، دائما حلو السفر. في أحلى من السفر؟ لا، ما في أحلى من السفر بالنسبة لإلك أكيد. بس أنت بتتخيل إنه في ناس ما بحبوا يسافروا؟ في كتير ناس ما بحبوا يسافروا. تقدر تفهم ليش ما بحبوا يسافروا؟ في ناس بحبوا يكونوا مرتاحين. خلص، ما بحب يتغلب، قاعد في البيت بفتح فيديو إلي بحضره، بيعتبر حاله سافر على البلد. أول ما بلشت كان أصعب من هلا؟ صراحة هلا أصعب. ليش؟ لأنه لما بلشت كان السفر مجرد هواية، كنت بسافر و خلص يعني بشتغل بالصيف، بجمع شوية فلوس وبطلع بسافر. هلا السفر صار هو الشغل، فعشان هيك لما أسافر ما عندي المجال إني خلص أترك الموبايل والكاميرا وهذا الحكي كله وأروح أعمل بدي إياه. مش فاكيشن يعني؟ أبداً مش فاكيشن. مخي كله بإيش الفيديو الجاي، إيش القصة اللي بدي أصورها، مين السبونسر تبع الفيديو، متى بدي أحكي عنه. بس هيدا كسر لك متعة اللي أنت كرمالة بلشت تسافر؟ كسر لك هالمتعة شوي؟ جزء منها راح من السفر. ايه، بس لسه اكيد المتعه ما بتروح 100%. شو اكثر شيء بيعطيك متعه حاليا بالسفر؟ لكن اكثر شيء بيعطيني متعه اني اشوف شيء جديد. لانه شوي شوي الاشياء الجديده بتقل. وين ما رحت في العالم الناس مختلفه. صح. ما في بلد الناس فيه بفكروا نفس طريقه البلد الثاني. فبالاضافه للمعالم اللي بنروح عليها وبرج ايفل والشلالات والطبيعه، الناس نفسهم تبعون الدول مستحيل تلاقيهم بتشابهوا بين دولة والتانية. شو آخر شيء عمل لك إبهار؟ كنت في أوغندا ورحت أشوف نوع غوريلات مش موجود في العالم إلا في هاي المنطقة. حلو. وصلنا أوغندا. في عنا 7 ساعات تقريبا لنوصل الغابة اللي رايحينها. Amazing.
أنا بسافر لحالي، مش عم بسافر لأني أعمل محتوى بس أو للناس بس. الهدف من سفري إني أنا أنبسط وأشوف شغلات جديدة في العالم، وهدفي حالياً إني أعمل فيديو من كل دولة في العالم. بلشت من الصفر، بس الشغف هو كان العامل الأساسي بإني أوصل للمرحلة اللي وصلتها، لأنه أنا قعدت تقريباً 3 سنين، سنتين لثلاث سنين ما طلعت ولا فلس من السوشيال ميديا، وما كان الهدف أصلاً أني أطلع فلوس من السوشيال ميديا أو يكون شغلي، كان الهدف أني أنبسط، والناس اللي حوالي كانوا بدفشوني أنه كيف أنت عم تسافر احكي لنا. قلت يلا بصور كم من فيديو، بكتب كم من مقالة. أنت حسيت أنه هذا الشيء جدي وأنا بدي أعمل منه مصاري وبدي أعيش منه؟ بس تخرجت من الجامعة. أيه. لما تخرجت من الجامعة كنت عن جد قدام خيارين، يا بلاقي وظيفة وبصير بسافر بالإجازات، يا بسافر طول السنة وباخد إجازة أقعد في البيت. حلو. فقررت إني أبدأ سفر، معي مبلغ حسافر فيه. قد كان معك حتى نشوف؟ كان معي يعني بين 4 و 5 آلاف دولار. أوكي. حكيت رح أسافر فيهم ليخلصوا، إذا خلصوا رح أوقف، إذا قدرت أعمل مصدر دخل رح أكمل. كملوا معي سنة. كيف كفوا معك 5 آلاف دولار؟ في كثير طرق مش طريقة، وبعتمد على كل واحد كيف بحب يسافر. ايه؟ أنا لما أسافر بنزل في بيوت أهل البلد، أو على الأقل في البداية كنت كل رحلاتي بنزل في بيوت أهل البلد، باخد طيارات اللي ما بتخيلي إنه ممكن تلاقي طيارة ب5 و10 دولار كنت ألاقيهم. كنت الأكل من الأردن كنت تاخدهم هالقد؟ في من الأردن هلأ جديد، وقتيها كنت أكثر في دول تانية. وكنت أسافر بمواصلات محلية، يعني أطلع في الباصات، لما أوصل على مدينة أطبخ. خلص معي، بتخيلي أنت أنا عم بسافر بشنتتي في زيت زيتون عن جد؟ في ملح، في البهارات كلها، رائحة الوطن. قلبنا المقلوبة. تغير الوقت وصرت أصرف أكثر. لكن ممكن ال5 آلاف دولار أحطهم على رحلة واحدة، لكن الرحلة مستحيل تكون رفاهية. هذا الفرق. شو بتعمل فيهم؟ إنه أنا هلأ صار عندي شغل ومصدر دخل من اليوتيوب ومن صناعة المحتوى. فما رح أروح أحطهم على رفاهيتي، ما بعتبر الرفاهية لها قيمة كثير بالنسبة إلي. أحياناً بنزل مع هيئة سياحة، بيكون عندي دعوة من فندق، بنزل بفندق 5 نجوم وهيك، لكن ما بعتبر هذا الشيء اللي عم بضيف قيمة لحياتي. اللي بضيف قيمة لحياتي هو التجربة، وفقط التجربة. إذا حسيت إنه في تجربة بتستاهل إني أدفع عليها ممكن أروح. أنت كإنسان بتدور على تجربة وقيمة مضافة لحياتك، ما راح تلاقيها في فندق 5 نجوم. حلو حلو هذا الشيء، حلوة الفكرة كتير. أتوقع القهوة جاهزة أجيبها. بدنا نشوف هلأ قهوة الديجيتال كوفي كيف تطلع، إذا طيبة ولا لا. هاي القهوة جايبها معي من المزرعة من كوستاريكا. حلو. والفنجين كتير حلوين. شكراً. هو فنجين الوالدة صح؟ صح، أنا ما عندي كتير أغراض. بدي دوق قهوة فيسبوك إذا طيبة. قهوة فيسبوك؟ كثير طيبة. هاي من كوستاريكا؟ هاي من كوستاريكا، أنا جبتها معي من المزرعة. كوستاريكا دولة معروفة بزراعة القهوة. ألو، صباح الخير. صباح النور. أهلين أهلين. كيف حالك؟ شو الأخبار؟ الحمد لله، الله يسعدك يا ربي. شو في تصوير عندك؟ في تصوير. بتحبي تطلع على التلفزيون؟ مش لازم أغير. البسي وانزلي. ستك كانت تغنجك بس تنبسط فيك صح؟ كثير. مزبوط. من أكثر الناس اللي كان شو موضوع؟ من أكثر الناس اللي كانوا يدللوني. وبتتفرج عليك كيف عم تعمل مقابلة كمان. أنا بعرف إنه اسمك كثير حلو. أسيمة. أسيمة، شو يعني أسيمة؟ من السمو والعلو، أصله تركي. حضرتك سورية صح؟ الحمد لله، أصل فلسطيني بس يعني مواليد دمشق. مواليد دمشق. علي صوتك كنت بتحكي. صح؟ شو عم بيعطيك كبروا صاروا هن بدهم يتفلسفوا. صح. انت كمان علي صوتك. بتخافي عليه بس يسافر؟
أنا أول رحلات لما راح على الهند يمكن فعلاً أنا بخاف من المناطق هاي كتير كتير عيطت. بتخبرها لتيتا قبل ما تروح أنه أنت وين رايح ولا بعد؟ لا أنا على طول يعني بالخلوية واحدة متابعة تابعين على السوشيال ميديا أول بأول أول واحدة حتى يعني من الفجر بصلي تيتا من أول الناس اللي وافقوا على الرحلات. يعني أنا أهلي كانوا داعمين بس بنفس الوقت بقولوا ليش ما تلاقي لك شغل حقيقي؟ ليش ما تشوف لك أنا مخلص علوم حاسوب في الجامعة الأول طلع حالة والأول على دفعتي فبقولوا لك بلا الحنك فبقولوا بلا هالهبل روح لاقي لك شغل وأنا بحكي ألماني ودارس جزء من دراستي في ألمانيا فيعني عندي فرص صحيح. كثير كويسة في في مجالي. هلا أنت ست أسيمة فهمان شو يعني يوتيوب وسوشيال ميديا طبعاً. وعندك اكونتات وبتحضري عندها انستغرام وتويتر كل شيء كله عندي وتيك توك هذا حطت لي تيك توك هذا حطت لي تيك توك لا كل شيء بتابع ويعني بتعملي له كومنتس ولايكس لا وكل الوقت والله يحميك يا تيتا لا كثير بدايل حتى لما يسافروا هيك كانه بس بحب يعني يوصلوا انت بدك تتجوز awesome. دوري لي لقيتي حدا منشوف اخوي يوتيوبر يوتيوبر فيه يتجوز انه بسهوله لان يوتيوبر ترافلر يعني مثلك صعب شوي والله صعب بدها استقرار لانه القصه لا ما بدها استقرار بدها حدا المناسب وكثير صعب والواحد لما يمشي يتقدم بالعمر بصير يتطلب اكثر مزبوط قد ايه صار عمرك ليه هلا؟ لا هلا حتلاقيني كثير صغير قد ايه 27 27 يلا ندخل يلا تفضل لا سلام واهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم انا موجود في البيت في غرفتي على غير العاده وبدي احكي لكم عن احسن ثلاث اماكن ممكن تزوروها في اوروبا. بدك تحكي لهم عن احسن برنامج اسمه لا شيء مستحيل. ممكن تعرف لا شيء مستحيل مع لانا بنحكي لكم عنه اليوم. يلا بنكفي المقابله خلص البلوك تبعك. هاي غرفتي اوكي حلو الكاميرا. هاي مش كل الأشياء اللي عندي صراحة كنت بحب أرتبها بشكل أحلى بس لأنه أنا أغلب الوقت برا الأردن فباجي على الغرفة يومين بالسنة. أنت لاحظت هلأ شخصيتك كيف تغيرت؟ كيف؟ هلأ صرت فلوجر. عن جد؟ إيه والله. ما هيك؟ ما انتبهتوا شباب؟ والله؟ إيه والله دغرفت بالجو هلأ. خلص يلا خبرنا خدت أنا أعمل فلوج عن الغرفة شو في عندنا هون؟ هاي أمستردام. اليوم بدي أخذكم معي برحلة في غرفتي. قاسم انت طبعا محتوى تبعك هو سياحي في ناس ما كتير بهمها هذا الموضوع بس كتير الناس همها لما انت باحداث الشيخ جراح يعني في فيديوهات عملتها توضيحيه عن اللي عم بصير بالشيخ جراح وبالقضيه الفلسطينيه يعني بشكل عام باللغه الانجليزيه وانتشرت بشكل واسع يعني مثلا انا بعرفك من خلال هيدي الفيديوهات. ليه قررت انه تعمل هيك محتوى بهذا الوقت؟ 500 Palestinians who today are forced to evacuate their homes, the ones they've been living in for decades, so some settlers can board on some planes and come take these houses that they don't own. أنا شخص محتواي بعيد تماماً عن السياسة، يعني ما عمري حكيت لا بشخصيات سياسية ولا بأفكار سياسة بشكل عام، بحب أحكي بالسياحة، بالمحتوى اللي بيجمع الناس، والسياسة شوي بتفرق الناس. لكن بموضوع فلسطين تحديداً أنا كشخص يعني أصلي فلسطيني فلسطين جزء من هويتي أولاً ثانياً القضية الفلسطينية الجانب الإنساني فيها ظاهر تماماً يعني بعرف شو بدي أروح يا زلمة أنا كل ذكرياتي هون أنا طفولتي هون لكن لما بلشت أتابع قصة حي الشيخ جراح والشخصيات اللي فيه وعائلة الكرد حسيت إنه هذا الجزء من القضية الفلسطينية لو شاركناه مع العالم بالطريقة الصحيحة ممكن فعلاً ينتشر بشكل كبير لأنه لأول مرة في القضية الفلسطينية بيطلع شخص هذا الشخص اللي اسمه يعقوب اللي عايش مع عائلة الكرد بنفس البيت بيمثل وساخة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بشخص حقارة الاحتلال ممثلة بشخص واحد بشكل واضح
اصابات خطيره جدا. بس تقول انك فلسطيني، كيف تكون ردة الفعل جميلة؟ حسب مين الناس. في ناس عندهم وعي بالقضية، في ناس ما عندهم. في أحياناً بكون صهاينة موجودين في الأماكن اللي بكون فيها. شو بتعمل بس يكونوا موجودين؟ لما يكونوا موجودين بستخدم هويتي الفلسطينية رقم واحد. في حادثة صارت هيك كتير. قاسم عن كتير جد؟ يعني بتحس أنت وقتها مسؤوليتك أنه أنت توضح للناس شو الحقيقة، مش مثل ما هنا عم بيصوروها. خصوصاً لما أكون بطلع مع صناع محتوى أجانب بيعرفني، بشوف هذا المحتوى اللي عنده بروح بحكي له عن القضية الفلسطينية، بقول له أنا هويتي فلسطيني، فأنا شفتك منزل هيك. كثير منهم بكون عندهم بس جهل، فلما أحكي له بروح بمسح الستوريز على إنستغرام. عن جد كثير صارت والناس ما بيعرفوا هذا الإشي، بيكون بقول لك أنت شو عامل القضية. يعني أنا الشخص اللي عنده 3-4 مليون فولوور على السوشيال ميديا منزل شغلة كويسة عن إسرائيل، اروح اخليه يمسح هاي الستوريز، يعني انجز بيعمل اثر كتير كبير. كيف السوشيال ميديا بالنسبه لك هلا انه عم بتغير بالنظره لشو يعني الانسان الفلسطيني؟ هلا اكيد السوشيال ميديا بحد ذاتها مش كافيه، لكن هي جزء مهم. يعني احنا واحد من الاشياء اللي خلانا نستفيد خلال فتره احداث حي الشيخ جراح، وشغله ناقشتها حتى مع ناس من هناك، من الكرد وغيرها، كيف القرارات تبعت المحكمة في إسرائيل تأثرت بالضغط اللي صار من خلال السوشيال ميديا. قاسم، أنت شاب عمرك 27 سنة، خلقت بالأردن صح؟ تعرف فلسطين؟ زرتها؟ ما عمري زرتها لا. شو بيربطك بهيدا البلد، بهالأرض؟ بربطني القصص اللي كان يحكي لي إياها جدي أكثر إشي، والهوية اللي يعني إحنا مستحيل إنه ننسى جزء منها من خلال العيلة. أنا يعني هلأ جدي لما أقعد أحكي معاه ممكن يقعد يوصف لي بيتنا في يافا اللي كان فيه قبل 48. أنت رح تحكي هيك لأولادك؟ أكيد، يعني هذا الجزء من الهوية مستحيل يختفي. لأنه هويتنا ممكن لو إحنا مثلا من بلد تاني وهاجرنا خلص ما تحكي عن هويتك كتير، لكن الشخص اللي مهدد في هويته مستحيل ينسى هذا الجزء. أنا بآمن إنه أكيد فلسطين رح تصير حرة. So please, if you're watching this, share the story. Don't underestimate the power of social media. Let the world know what's happening and use the hashtag #SaveSheikhJarrah. جربي تاكلي جراد؟ شو؟ جراد. جبتها معي من المكسيك. هيدي جراد؟ اللي هو جنادب. شو بتسموهم انتم؟ ايه جراد، ما هلا ما في جنادب، جراد. خلينا على الجراد. اوكي جراد. الجنادب هو جراد صغير يعني. مقلي ومبهر. جد عم تحكي؟ دونت وري زاكي. عن جد في اكل منه؟ والله استني ناكل مع بعض. ناكل جراد هلا. هذا بطعم ال شيلة. اجت شو اسمك؟ شي من هالنوع. يعني حار. بهارات. طيب. اول مره بحياتي باكل جراد، وهيدي المليون من اليوتيوب. هاي المليون من مبروك ابن حطوطه، صار عنده مليون على اليوتيوب. أهلاً فيكم بفيديو جديد معي أنا. شو عادة الطعام بالقلب؟ عشافة، لما الواحد يبدأ يعمل فلوج لازم شخصيته تتغير. لازم يعمل بالقلب للعالم يعني وينقذهم.
لانه هيدي مواصفات البلوجر الناجح. مواصفات البلوجر بدك تنقز الحدا اللي بيحضرك؟ اكيد لا. واذا بدك تكون فلوجر ناجح بالترافل بدك تلبس كل قطعه من بلد، صح؟ صح. طاقيه من وين؟ من اسبانيا، من الاندلس. القميص من جنوب افريقيا. والبلوزه اشتريتها من الامارات هاي. هلا ابن حطوته مشتق من حطو يعني؟ من حطو. اه طب كيف طلع معك الاسم؟ في قصة طويلة. لا مش طويلة، كنت قاعد مع واحد صاحبي بتخوت علي بقول لي اه انت بتسافر كثير، ايه؟ لتكون مفكر حالك ابن حتوتة. اه صاحبك يعني صاحب الاسم. صاحبي اه. دفعت له حقوق الملكية. هو مش عارف انه هو اخترعه لهلا، ف منسكر على الموضوع. منسكر على الموضوع. لوين اخذني هلا؟ فانا هذا مكان كثير بحب اجي فيه على عمان، بالعادة لما يجي حدا يزورني. بتعرف تعربش؟ بعرف اعربش. يلا عربش. يلا جاهزة؟ جاهزة. حلو. هلا انت صورني انا عمان. ساعدك؟ لا بس بدي تشيل التليفون من ايدي بس يعني. اه اوكي. اعطيني 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 ايدك. مش هيك لازم؟ شوف الفيو. كنت كثير بحب اني اطلع واستكشف، لكن ابوي من الناس اللي كثير تعب في حياته عشان يوصل لوصله اليوم. شغله كويس الحمد لله وكل شيء، لانه بدت حياته معنا بحرب الخليج. كان عايش بالكويت ودار جدي، يعني ابوي وجدي كان عندهم شركه كثير كبيره، ويعني كان الحمد لله وضعهم كثير ممتاز، لكن لما اجوا على الاردن بلشوا من الصفر. أبوي كان يبيع بندورة في الشوارع أول ما وصل هون عشان يطلع شوية فلوس، بعدين اشتغل بشهادته براتب بسيط جداً، منها طبعاً بلش يتطور، فكان عارف قيمة الفلوس وكان بده يعلمنا هذا الموضوع، فما كان يعطينا ولا إشي بدون ما إحنا نستحقه. فالبسكليت اللي كان عندي وأنا صغير كنت أشتريه بمصروفي اللي هو كان 30 قرش باليوم. يعني انت تصمد مصاري تدخر وتشتري. شو اصعب شغل اشتغلته؟ كصعوبه في اثنين، يعني في شغلين بالنسبه لي كانوا شوي صعبين. الاول كنت بشتغل في المطبخ في واحد من المطاعم. كنت بتجلي يعني؟ كنت بجلي وكنت بساعدهم في تبهير الاكل. كان صعب لانه فكره الوظيفه يعني وقتها كانوا يشوفوني خلص هذا الموظف المدير اللي بده يثبت شخصيته علي، شوفني مخلص شغلي، تعال تعال اشطف الارض، تعال ساوي هذا الموضوع. وانا يعني غصب عني بدي اعمل هذا الشيء لانه باخر الشهر بدي اخذ راتب واطلع اسافر. فاشتغلت بمطعم، اشتغلت في سوبر ماركت اعبي اكياس، وراتبي كان اغلبه معتمد على البخشيش اللي كان يجيني من الناس. ما كان عندك حرج تشتغل هالاشغال؟ ابدا. شو اكثر شيء بتخاف منه قاسم؟ بخوفك انك تخسره؟ حريتي. في كثير ناس تعلموا انه نفكر الثراء الحقيقي هو بانه يكون معنا كثير فلوس، لكن اي واحد ممكن يصير غني. لكن الثراء الحقيقي هو بانه يكون عندك كميه تجارب بتضيف لشخصيتك، بتضيف لقيمك. قاسم، لا شيء مستحيل؟ لا شيء مستحيل. على الاكيد؟ ما في شيء مستحيل لشخص عنده حلم وهدف وعم بسعى له. طالما انت بتسعى، طالما حلمك عايش، إذا وقفت حلمك بيموت معك. ماذا لو كان أغلى ما اقتنيته في حياتك هو الذكريات؟ عندما يقفل الزمن على شبابنا لن يبقى لنا سوى ما عشناه من مشاعر عميقة وما فعلناه بين كل شروق وغروب. أكثر من المغامرات، لا تغرق في الحسابات. قد يكون الاكتشاف كل ما تحتاج له روحك لتتجدد، لتسعد، ولتتأكد أن لا شيء مستحيل.